كما أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مشاركة السكرتير العام للأمم المتحدة في قمة القاهرة للسلام والمقرر انعقادها السبت القادم يضفي المزيد من الزخم لهذا الحدث. وأشاد شكري بالجهود الأممية الحثيثة لتحقيق السلم والاستقرار واحتواء الأزمات. تشدد مصر على أن الاعتقاد بإمكانية تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري لسكان قطاع غزة والضفة لدول الجوار أمر غير وارد، فالشعب الفلسطيني صامد على أرضه كما صمد العقود الماضية، ونناشد الجميع بتغليب صوت العقل والعمل على وقف التصعيد الجاري وعدم إضافة المزيد من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، والإقرار بالمخالفة الجسيمة التي تمثلها مثل هذه المحاولات للقانون الدولي الإنساني. بالتأكيد أن مشاركة معالي الأمين العام في مؤتمر القاهرة للسلام يضفي مزيد من الزخم لهذا الحدث.